بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجري عليه السكون والحركة، وكيف يجري عليه ما هو أجراه، ويعود فيه ما هو أبداه، ويحدث فيه ما هو أحدثه. إذن لتفاوتت ذاته، ولتجزأ كنه، ولم تنع من الأزل معناه، ولكان له وراء إذ وجد له أمام، ولكان له وراء إذ وجد له أمام، وللتمس التمام إذ لزمه النقصان. وإذا لقامت آية المصنوع فيه، ولتحول دليلا بعد أن كان مدلولا عليه. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في أسطورة أبطل باطل من أجهل جاهل. قال تدحض في بولك، وتيقنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين من هو الذي يستحق هذه الأوصاف، أبطل باطل وأجهل جاهل وما قيل من كلمات أخرى. من الذي يستحق هذه؟ أليس من قال هذا هو أولى بها؟ وصلنا إلى المقطع الخامس. المقطع الخامس قال: فيقال لهذا المعارض كم تدحض في بولك وترتطم فيما ليس لك به علم، أرأيتك إذا ادعيت أن هذه كانت صورة من خلق الله. يعني هذا ما ينقله تيمية، رجعنا إلى ما ذكره تيمية. أرأيتك إذا ادعيت أن هذا كانت صورة من خلق الله، أن هذه كانت صورة من خلق الله، أرأيتك إذا ادعيت أن هذه كانت صورة من خلق الله سوى الله، هذه صورة غير الله أتته. فقال هل تدري، أو فقالت أو فيقال له، فقال أو فيقال له: هل تدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ أفتتأول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أجاب صورة غير الله؟ أفتتأول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أجاب صورة غير الله؟ فقال لها: يا رب لا أدري، أو لا يا رب لا أدري. فقال لها: يا رب لا أدري. فدعاها رب دون الله أم أتته صورة مخلوقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني ربي، إن هذا لكفر عظيم ادعيته على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرأيت صورة تضع أناملها وكفها في كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيتجلى له بذلك ما بين السماء والأرض غير الله؟ يقول له: أرأيت أن الصورة عندما تضع أناملها وكفها في كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتجلى له كل شيء وأعلم بكل شيء؟ هل تتوقع أنه هذا يحصل من صورة؟ يعني إنكار. يقول: هذا لا يحصل من صورة، هذا العمل يحصل وهذا الأثر يحصل من الله فقط. أرأيت صورة أو أي صورة تضع أناملها وكفها في كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتجلى له بذلك ما بين السماء والأرض غير الله؟ بمعنى: أرأيت غير الله يضع أنامله وكفه في كتف النبي صلى الله عليه وسلم فيتجلى له بذلك ما بين السماء والأرض؟ ينكر علي هذا، يجود هل يقول له: هل تتوقع غير الله يفعل هذا؟ لا يوجد إلا الله هو الذي يفعل هذا، إلا الله هو الذي يصدر منه هذا الأثر. فإذا الذي وضع أنامله وكفه في كتف النبي صلى الله عليه وسلم من؟
الله احفظوا هذه. أئمة التوحيد ماذا يقولون؟ يقولون أنامل وكف ووضعت في كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي أتت بالأثر فتجلى له بذلك ما بين السماء والأرض. واضح المسألة؟ وأيضا قبل قليل ماذا قال؟ أيضا استنكر عليه وأنكر عليه، قال أم أتته صورة مخلوقة؟ فقال أتاني ربي. لا، هل يعقل هذا؟ أنت تدعي الكفر العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعقل أنه أتته صورة مخلوقة فشاهد الصورة المخلوقة ورأى الصورة المخلوقة وقال أتاني ربي؟ لا، إن ربه هو الذي أتاه فقال أتاني ربي. إذن رأى ربه أم لم يرى ربه؟ رأى ربه. إذن النبي رأى ربه، والرب وضع أنامله وكفه في كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دائما بعد التوكل على الله أقول أولا اضطراب نفسي وفكري واضح عند الدواعش الفكر والأخلاق المارقة وشيوخهم، فلا تعرف ماذا يريد ولا وإلى أين يريد أن يصل أحدهم. الآن قبل قليل يؤكد الأنامل أنامل الله، واليد يد الله، والصورة هي الله، ويقولون لم تتحقق الرؤية. سيأتي الكلام عن هذا، عن الرؤية. يقولون لم تتحقق. التفت جيدا، اليد يد الله، الأنامل أنامل الله، والمرئي الذي رآه هو الله. ماذا بقي إذن عندنا؟ أيضا فقط للتذكير سيأتي الكلام عن هذا، هل يوسف رأى الكواكب أم رأى إخوته؟ سؤال، رأى الكواكب أم رأى الأخوان؟ رأى الشمس والقمر أم رأى الأبوين؟ الآن نقول هذا، رأى الله أم رأى غير الله؟ أم رأى المخلوق؟ رأى الأنامل واليد أو مسته الأنامل واليد؟ أنامل مسته أنامل الله ويد الله، أو لا، يد مخلوق وأنامل مخلوق؟ أقول اضطراب نفسي وفكري واضح عند دواعش الفكر والأخلاق المارقة وشيوخهم، فلا تعرف ماذا يريد ولا أين يريد أن يصل أحدهم. هل يمكن أن تجتمع متناقضاته في نصب واحد موافق للعلم والشرع، أو تبقى دوامة المغالطات والحشو ولغو الكلام المستلزمة للتكفير وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب ونهب الممتلكات؟ فمرة تجد توجهه وسلوكه نحو رفض الروايات والأقوال والآراء والمحتملات، وأخرى نحو تأييدها وقبولها والدفاع عنها، وثالثة نجده يقبل بعضا ويرفض الآخر، وأخرى يرفض ما قبله سابقا وقبول ما رفضه، وهكذا. فلا تعرف هل التيمية يقولون برؤية اليقظة أو لا، وهل رؤية اليقظة إن ثبتت عندهم تشمل العين والفؤاد؟ وهل ثبتت عندهم الرؤية في المعراج أو لا؟ وهل ثبتت عندهم رؤية في اليقظة في الدنيا في غير الإسراء والمعراج؟ ومع ثبوت الرؤية في اليقظة فهل هي خاصة بالأنبياء أو بخاتم الأنبياء فقط عليه وعليهم وعلى آله الصلاة والسلام، أو تشمل باقي الناس؟ وهل يأتي يوم نجد التيمية والدواعش قد تركوا المغالطات؟ وهل يأتي يوم نجد التيمية دواعش الفكر قد تركوا المغالطات وانتهجوا نهجا علميا شرعيا منصفا في الحوارات؟ ومع بقائهم على مغالطاتهم ولا مشكلة في هذا ونحترم اختيارهم، لكن هل نتصور يوما أنهم سيتركون التكفير والإرهاب وسفك الدماء؟ ثانيا، نلاحظ تأكيد وإصرار شديد جدا من تيمية ومن شيخه الدارمي
على أنه رأى الله وأنه كفل وأنه على أنه رأى الله وأنه كف الله وأنام الله حسب التقدير بالنسبة للحركات، أو نقول أنه رأى الله ورأى كف الله ورأى أنامل الله، وأن القوانين الطبيعية الفيزيائية والانتقال الحراري جرت على الرب. لاحظ نلاحظ تأكيد وإصرار شديد جدا من تيمية ومن شيخه الدارمي على أنه رأى، على أنه رأى الله وأنه كف الله وأنامل الله، وأن القوانين الطبيعية الفيزيائية والانتقال الحراري جرت على الرب. وإذا رفضت هذا أيها المستمع، أيها المتلقي، أيها المسلم، أيها الإنسان، إذا رفضت هذا فأنت كما يقولون تدحض في بولك، وأنت قد ادعيت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفرا عظيما، فأنت زنديق كافر تستحق القتل ورمي جثتك في المزابل. هذا الآن في ثانية عندي تسلسلات، أول وثاني وثالث ورابع وخامس. التسلسل الأول، فيقال لهذا المعارض، هم قالوا، فيقال لهذا المعارض كم تدحض في بولك، أرأيتك إذا ادعيت أن هذه كانت صورة، أن هذه كانت صورة من خلق الله سوى الله أتته؟ تبت جيدا. فيقال لهذا المعارض كم تدحض في بولك، أرأيتك إذا ادعيت أن هذه كانت صورة من خلق الله سوى الله أتته؟ لاحظ كيف أنه لا يقبل أبدا أن تقول غير الله أتاه، لا، الله هو الذي أتاه. الثاني، أفتتأول، قالوا أفتتأول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أجاب صورة غير الله فقال لها يا رب لا أدري؟ لاحظ، غير مقبول منك أبدا، غير مقبول منك هذا أبدا، فقد أتاه الله ورأى الله وتكلم مع الله. الثالث، أم أتته صورة مخلوقة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاني ربي، إن هذا لكفر عظيم ادعيته على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن أنكرت أن الله أتاه وكلمه ووضع كفه على كتفه، فقد كفرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفرا عظيما. الرابع، أرأيت صورة أو أية صورة ترى أناملها وكفها في كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتجلى له بذلك ما بين السماء والأرض غير الله؟ لا يوجد إلا الله هو الذي وضع أنامله وكفه في كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يمكن ذلك لمخلوق أبدا. فيثبت يقينا أنه قد أتاه الله وتكلم معه الله، وأنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام قد رآه حتى انقطع النفس. الخامس، وإذا ثبتت عندكم الرؤية وبهذا اليقين والإطمئنان فلماذا في مغالطاتكم ومجادلاتكم الباطلة تحاولون إنكار ما نسب للإمام أحمد أنه قال رآه حتى انقطع النفس؟ ثالثا، وللتأكيد على ما ذكرناه قبل قليل أقول أنه صلى الله عليه وآله وسلم رؤياه وحي، رؤياه وحي وصادقة كفلق الصبح، وإنه صلى الله عليه وآله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. ولا ننسى فتوحات تيمية الخارقة،
ولا ننسى فتوحات شيخ تيمية الخارقة في اختصاص الأنبياء وخاتمهم الأمين صلى الله عليه صلى الله وسلم عليهم وعليه وعلى آله، في أن رؤية النوم عنده هي رؤية عين، وأن رؤية الفؤاد هي رؤية عين، فيكون الرب فعلا وصدقا وعدلا ويقينا وجزما قد أتاه ووضع يده وكفه وأنامله في كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشعر ببردها وتجلى له بذلك ما بين السماء والأرض. رابعا، نريد إجابة واضحة من التيمية وشيخهم عن أن يوسف عليه السلام، فقط يعني ملاحظة، بعض الأجوبة يعني صالحة للمورد الذي تذكر فيه ولموارد أخرى، فيمكن يعني إتمام الأجوبة بأن تجمع من الموارد المتفرقة. رابعا، نريد إجابة واضحة من التيمية وشيخهم عن أن يوسف عليه السلام هل رأى الكواكب أو رأى إخوته أو رأى إخوته بصورة وهيئة الكواكب أو رأى إخوته متنكرين بصورة الكواكب، وهل أن إخوته هم نفس الكواكب التي رآها أو غيرها؟ فإن كان إخوته غير الكواكب فيكون يوسف قد رأى الكواكب ولم يرى إخوته. التفت جيدا، فإن كان إخوته غير الكواكب فيكون يوسف قد رأى من؟ قد رأى الكواكب ولم يرى إخوته. وإن كان الشاب الأمرد حتى في النوم، التفت جيدا، لم نحكي نحن قصة يوسف للترفيه لكم، ليس من أجل هذا، لا نريد من المستمع من المتلقي أن يبني مجدا لشخص، أن يرتبط بشخص، أن يمجد الشخص، المذهب، الإسلام، الأخلاق، الإنسانية تذبح من هؤلاء الدواعش ومن الفكر التيمي. أنتم تبحثون عن شخص وما الشخص؟ قال السرقي وحكى السرخي، نحن نعطي علم، نعطي الفكر، نعطي الحجة تامة لتصل هذه إلى الناس. ماذا أفعل بكم وماذا تفعلون بي؟ أنا أحرق نفسي بفضل الله سبحانه وتعالى وبنعم الله علي أن أعطي ما أستطيع أن أدحض به حجة الدواعش وأقلل من تأثير القتل والتغريب الآخرين، وأنتم تتفرجون وتستأنسون. أنا لست خطيبا حتى يقضى الوقت في هذا المكان وفي هذه الجلسة، يجلس هنا ويخرج من هنا ليس عنده شيء، ولا نريد من الأشخاص كالحمير تحمل أسفارة وهي لا تفقه أي شيء. بحوث توحيدية، بحوث فلسفية، نحاول أن نصل هذه بأبسط أسلوب وبأبسط عبارات وبأبسط كلمات وبأوضح كلمات وبأتم حجة، وأنتم تتفرجون. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهل أن إخوته هم نفس الكواكب التي رآها في غيرها؟ فإن كان إخوته غير الكواكب فيكون يوسف قد رأى الكواكب ولم يرى إخوته. فإن كان الشاب الأمرد غير الله فقد رأى الشاب الأمرد ولم يرى الله، فإذا كيف قال هذا ربي؟ لماذا تتهمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا أيها الدواعش، يا أيها الزنادقة، لماذا تتهمون النبي بأنه رأى صورة في المنام، صورة شاب أمرد ويقول رأيت ربي؟ هل يوجد تكفير للنبي أعظم من هذا التكفير؟ يا أيها الكفرة، يا أيها الزنادقة، لكن مع هذا لا نسفك الدماء، مع هذا لا نكفر، لكن أنا أحتج عليكم بنفس أسلوبكم وبنفس ألفاظكم وبنفس المنهج الذي تسيرون عليه.
فأنتم أولى بأن يسجل عليكم ما تقولون. هل هؤلاء علماء؟ هل هؤلاء أئمة؟ أنا أحكي معكم وأوصل لكم المعلومة التي تكشف جهل هؤلاء الأئمة شيوخ الإسلام. أثبت لكم يقينا جزما، كل منكم يقف أمام الله سبحانه وتعالى ويقسم يقينا وجزما بأن هؤلاء جهلة جهال. علماء، علماء المسلمين من السنة والشيعة وقفوا صاغرين أمام ابن تيمية وأمام أئمة التوحيد الأسطوري، وأنا كشفت لكم وهم هؤلاء وجهل هؤلاء إلى المستوى الذي لا يتوقعه كل منكم. إن لم أقل كل الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وأنتم تبحثون عن شخص واسم شخص ومجد شخص وسمعة شخص، والناس تذبح، الأرواح تزهق، البلاد تخرب، العباد تشرد، الحرمات تنتهك، الأخلاق تنتفي. نفس الاستفهامات، أقول نفس الاستفهامات تطرح للتيمية عن الذي رأى ربه شاب أمرد أو بصورة وهيئة عزير أو عيسى المسيح أو بقرة أو غيرها من أوثان. فهل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل رأى النبي صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم الشاب الأمرد، أو رأى ربه، أو رأى ربه بصورة؟ هل رأى الشاب الأمرد أو رأى ربه، أو رأى ربه بصورة وهيئة الشاب الأمرد، أو رأى ربه متذكرا بصورة الشاب الأمرد؟ وهل الرب هو نفس الشاب الأمرد الذي رآه؟ وهل الرب هو نفس الشاب الأمرد الذي رآه أو هو غيره؟ وهل الرب هو نفس الشاب الأمرد الذي رآه أو غيره؟ وإذا كان الرب غير الشاب الأمرد، فيكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى الشاب الأمرد. لاحظ أنا نزلت معهم، قالوا في المنام، أنا أتحدث معهم في المنام، أحتج عليهم في المنام، نترك كل المغالطات السابقة، أنا أحتج عليهم في المنام وأكشف سفاهتهم وتفاهتهم في المنام ومع ما يقولون به. وإذا كان الرب غير الشاب الأمرد، فيكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، قد رأى الشاب الأمرد ولم يرى ربه، بينما هو يدعي أنه رأى ربه. فيجري عليك يا تلميذ كل ما قلته على المعارض، يا تيمية ويا أئمة التيمية، يجري عليكم كل ما قلتم، يجري عليك كل ما قلته على المعارض من اتهامات وافتراءات وتسفيه وإضلال وتكفير. وإن قلت إن الرب هو نفسه الشاب الأمرد، فما هو فرقك عن اليهود والنصارى الذين قالوا عزير ابن الله، قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله؟ وعلى الأقل أننا نعرف حقيقة وأخلاقيات وإيمان العزير وعيسى عليهما السلام، لكن لا نعرف شيئا عن الشاب الأمرد. فأين المفر يا تلمية؟ تخرجون من شرك وتقعون في وثنية، وتخرجون من وثنية فتقعون في إلحاد. قال شيخ التجسيم والخرافة: وإن كان كذلك فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه، فهذا هو حق في الرؤيا، ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام. إذا لا يعتقد هذا، إذن هو لم يرى الله. إذن كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الشاب الأمرد وهو غير الله ويقول رأيت ربي؟ فالإنسان قد يرى ربه. هذا الكلام لابن تيمية يقول، يقول: وإذا كان كذلك فالإنسان قد يرى
ربه في المنام ويخاطبه، فهذا حق في الرؤيا، ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام. إذا لم يكن مثل ما رأى، إذن هو ليس بالرب، ليس بالله، ليس هو الله. إذن لا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام، فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا، إذن هذا ليس الله. ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رأى فيها، لاحظنا يخرج قلنا من مغالطة إلى الشرك إلى أفحش الشرك إلى الإلحاد. يقول لا بد أن تكون الصورة التي رآها فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه، فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك، وإلا كان بالعكس. إذا انتقل من الرب الواحد إلى تعدل الأرباب، كل شخص يرى الرب صورة، يرى الرب بهيئة تختلف عن الآخر حسب الإيمان وحسب الفسق وحسب الاستقامة وحسب الانحراف. هذا في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول في صفحة 325 إلى 328، المقطع السادس. لا زال الكلام في المقاطع في نفس الأسطورة. قال: ففي دعواك ادعيت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أقر بالربوبية لصورة مخلوقة غير الله. قال: ففي دعواك ادعيت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أقر بالربوبية لصورة مخلوقة غير الله، لأن في روايتك أن الصورة قالت له: هل تدري يا محمد؟ فقال لها: لا يا رب. التفت جيدا، يقول: لأن في روايتك أن الصورة قالت له: هل تدري يا محمد؟ إذن هناك قدر صورة، عوض صورة، أول المعنى إلى معنى الصورة إلى المخلوق، فهنا أيضا يدخل التأويل. فقال لها، أي فقال لرب الصورة. إذن كما يدخل التأويل هنا يدخل التأويل هنا، كما يؤول المعنى هنا فباقي المعنى المفروض يدخل في نفس النسق من التأويل. لكن ماذا نتحدث وماذا نقول للجهال جماعة الرب الأمرد والتوحيد الأسطوري الجسمي؟ وهل يمكن أن تكون صورة مخلوقة تضع أناملها في كتف نبي مثل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيتجلى له بذلك فيما بين السماوات والأرض أمور لم يكن يعرفها قبل أن تضع تلك الصورة كفها بين كتفيه؟ يكمل أئمة التيمية، يقول له: أيها المؤول، هذا الذي تقوله ويحك، لا يمكن هذا جبريل، لا يمكن هذا جبريل، أي لا يمكن هذا لجبريل، لا يمكن هذا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل، ولا يمكن هذا غير الله، هذا لا يفعله إلا الله. إذن رأى الله، شاهد الله، وهذه يد الله وكف الله وأنامل الله. يقول ويحكى: لا يمكن هذا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل، ولا يمكن هذا غير الله. فكم تجلب على نفسك من الجهل والخطأ، وتتقلد من تفاسير الأحاديث الصعبة، هذا ابن تيمية يقول وهي في الأصل الضعيفة، وتتقلد من تفاسير الأحاديث الضعيفة أو الصعبة ما لم يرزقك الله معرفتها، ولا تأمن من أن يجرك ذلك إلى الكفر كالذي تأولت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن صورة مخلوقة كلمته فأجابها محمد يا رب، أم الله صورة لم يعرفها فقال أتاني ربي بر. ففي دعواك يجوز لك كلما رأيت كلبا أو حمارا
أو خنزيرا قلت هذا ربي، لما أن الله مدبر في صورهم في دعواك، وجاز لفرعون أن يقول أنا ربكم الأعلى، لما أن الله مدبر في صورته بزعمك، وهذا أبطل باطل لا ينجع إلا في أجهل جاهل. أقول أولا نفس الكلام يرجع عليكم يا أئمة التيمية، لا فرق بين النوم واليقظة. فبعد أن ثبت أن رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحي، وأنها تصدق كفلق الصبح، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، وأن رؤيا الفؤاد رؤية عين، وأن رؤيا النوم رؤية عين، وهذا مما أنعم الله تعالى به على رسولنا الكريم، وهذا مما أنعم الله تعالى به على رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فتتوجه إليكم نفس الاستفهامات والإشكالات، فتتوجه إليكم نفس الاستفهامات والإشكالات، أو فتتوجه إليكم الاستفهامات والإشكالات نفسها. فهل الذي رآه في النوم هو الله؟ هل هو نفس الله؟ وأين رآه؟ أفي الأرض أو في السماء؟ فهل نزل الله من عرشه وكرسيه إلى الأرض، إلى ذهن الرائي، إلى الأرض، إلى العالم الذهني، إلى الوجود الذهني، إلى العالم الافتراضي، إلى ذهن الرائي، فرآه الرائي في المنام، أو أن الرائي قد عرج به إلى السماء فرأى الله هناك؟ التفت جيدا. الآن تقول هو رأى الله أين؟ في المنام، معكم يا تيمية، في المنام رأى الله في المنام. الآن هل رأى نفس الله؟ هل هو نفس الله أو هو غير الله؟ تقول نفس الله، إذن هذا رأى الله وهو نفس الله. أقول أين رآه؟ هو في المنام، لكن أين رآه؟ هل أن الله هل رآه في الأرض أو في السماء؟ سؤال آخر للتوضيح، بمعنى هل أن الله نزل من عرشه وكرسيه إلى الأرض؟ هنا إلى الأرض أين؟ إلى عالم الذهن، إلى الوجود الذهني، أو إلى العالم الافتراضي، أو إلى ذهن الرائي؟ المهم هو نزل من السماء إلى الأرض، فرآه الرائي في المنام. فهل نزل من عرشه وكرسيه إلى الأرض، إلى ذهن الرائي أو عالم الذهن للرائي، أو الوجود الذهني، أو العالم الافتراضي، أو إلى ذهن الرائي، فرآه الرائي في المنام، أو أن الرائي قد عرج به إلى السماء فرأى الله هناك؟ أو تقول أنه ليس الله ولكن صورة، ولكن صورة الله أو تجلي لله أو نحوه؟ إذن أنت تكفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفرا عظيما، من حيث أنك تدعي أنه يخاطب غير الله فيقول له يا رب، إن هذا لكفر عظيم منكم يا أمة أسطورة الجسم والخرافة يا دواعش الفكر والأخلاق. ثانيا هذا يجري عليك يا تيمية، هذا يجري عليك يا تيمية القذة بالقذة، بل أكثر وأكثر، وأثبت وآكد. فأنت قلت صراحة أن الناس البر والفاجر، فأنت قلت صراحة أن الناس البر والفاجر، المؤمن والفاسق، والمنافق والكافر، والمستقيم والمنحرف، كل هؤلاء كلهم يرى الله على صورة، على صورة بحسب مستوى إيمانه واستقامته
أو انحرافه وفسقه ونفاقه وكفره. حيث قلت ماذا قال تيمية؟ حيث قلت يا تيمية: والنقل بذلك أي برؤية الرب متواتر، والنقل بذلك أي برؤية الرب متواتر عن من رأى ربه في المنام، اتفق عليه سلف الأمة وأمتها، بل ولما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم، وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب، لا يوجد نقص ولا عيب، بل هو كفر وإلحاد. وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب، بل يتعلق به سبحانه وتعالى، ولا عيب يتعلق، يقول وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى، وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى. نعم يا تيمية، لا يوجد نقص ولا عيب، إنه إشراك وكفر وإلحاد كما أثبتنا قبل قليل، وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيمانه وفساده واستقامة حاله وانحرافه. فبربك الذي تعتقد يا تيمية، فبربك الذي تعتقد وبأربابك غير منتهية العدد، أقسم عليك بهم، أخبرني الآن كيف يقسم الله نفسه بين هؤلاء؟ أخبرني الآن كيف يقسم الله نفسه بين هؤلاء الناس الذين يرونه في ليلة واحدة في المنام؟ ونفس الاستفهامات السابقة تجري هنا، فهل سينزل إليهم إلى الأرض أو سيعرج بهم إلى السماء؟ كلهم سيعرجون إلى السماء. والمعضلة والخرافة والطامة الكبرى نريد أن تخبرنا كيف يقسم الرب نفسه إلى مليارات الأقسام وحسب مستويات إيمان وفسق الرائين، وكيف فكيف أو وكيف سيكون الرب نفس الرب بجزئه عند هذا الرائي عبارة عن خنزير، وعند الآخر نار، وعند الثالث قرد، ولغيره سمكة، ولآخر بوذا، ولغيرهم اللات، ولآخرين هبل، وهكذا حتى يكون الرب منقسما إلى مليارات الأرباب. فسروها أنتم وحلوها أنتم، ولكم الوقت من الآن إلى يوم الدين عندما يحشركم الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد على وجوهكم، مأواكم جهنم، كلما خبت سيزيدكم سعيرا سبحانه وتعالى. عندما يحشركم الله تعالى الواحد الأحد على وجوهكم إلى نار جهنم مخلدين في قعرها، وهناك نادوا الأمرد ومليارات الآلهة الخرافية لتشفع لكم، ونحن سنتمسك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبشفاعة النبي هناك، ونتمسك بشفاعة أهل بيت النبي، ونتمسك بشفاعة الصحابة، ونتمسك بشفاعة الأئمة والأولياء، ونتمسك بشفاعة الصالحين، وأنتم تمسكوا بالأمرد وبالآلهة الخرافية الأسطورية. قال الله السبوح القدوس: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، عقل العقل أهم شيء، العقل أقبل فأقبل، أدبر فأدبر،
وقالوا قال تعالى ولو كنا وقالوا قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. يا تيمية يا أتباع التيمية يا دواعش اعقلوا الأمور حتى لا تصل بكم الأمور إلى ذلك اليوم وتقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ثالثا، إذا كنت قد ثارت ثائرتك وسببت جم غضبك على صورة واحدة ادعاها المعارض، فماذا تقول عن مليارات الصور التي تدعيها لله بحسب مستويات الناس الإيمانية والكفرية؟ أنت تدعو لعبادة الأوثان ومليارات الأوثان جهارا صراحا صراحا مع سبق الإصرار، ولا مقارنة أبدا بين ما قاله وادعاه المعارض وبين ما ادعيته أنت يا شيخ. فقد قلت في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول في صفحة 325 إلى 328، وإذا كان كذلك فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه، فهذا حق في الرؤيا، ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام، فإن سائر ما يرى في المنام أو ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا، لكن لابد أن تكون الصورة التي رأها فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه، لكن تبقى هي ليست الرب. أما هي الرب فيأتي الإشكال، وأما هي ليست الرب فقد كفرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفرا عظيما. ولكن لابد أن تكون الصورة التي رأى فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه، فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك، وإلا كان بالعكس. وقلت أيضا وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم، وما أظن عاقلا ينكر ذلك، فإن وجدت هذا مما لا يمكن دفعه فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه. يقول وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم وما أظن عاقلا ينكر ذلك، فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه، إذ الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره، وهذه مسألة معروفة. وإذا وقعت بغير اختياره أضغاث أحلام، يأتيك الجن تفكر بالرب الأمرد فيأتيك الأمرد، أين المشكلة هنا؟ فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه، إذ الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره، وهذه مسألة معروفة وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين. أين ذكروها؟ أي أصول الدين؟ وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام، ولكن لعلهم ولا زال كلام تيمية، ولكن لعلهم قالوا لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه في المنام، فيكونون قد جعلوا مثل هذا في أضغاث الأحلام، ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نفوا أن تكون رؤية الله في المنام من فرط سلبهم ونفيهم. طبعا سلب الهتك وسلب المنقصة ونفي الهتك ونفي المنقص عن الله، نعم من فرط تنزيههم وتقديسهم لله يفعلون هذا، ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نفوا أن تكون رؤية الله في المنام رؤية صحيحة كسائر ما يرى في المنام، فهذا مما يقوله المتجهم وهو باطل. لاحظ الاستدلال الباطل، لاحظ التدليس عند ابن تيمية، لاحظ المنهج المزيف، لاحظ الخداع والتغرير، التفت جيدا. هو ماذا قال هنا؟ قال وحكوا عن طائفة من المعتزلة. إذا تحدث عن من؟ عن طائفة من المعتزلة، ليس كل المعتزلة. التفت جيدا، لاحظ الاستدلال الناقص، الاستدلال الأعور. التفت جيدا، تحدث عن طائفة من المعتزلة، وبعد هذا ماذا قال في النتيجة؟ ما هي النتيجة التي توصل إليها؟ فهذا مما يقوله المتجهم،
فهذا مما يقوله الجهمية، مما يقوله المتجهمة. لاحظ، تحدث عن طائفة من المتجهمة وبالنتيجة عمم الحكم على المتجهمة. كما كذب عليكم التيمية في كتبه، والحمد لله من نعم الله علينا بالرغم من كل سلبيات التواصل الحديث وكل ما سبب من مشاكل وفقدان للأخلاقيات وللعلاقات الاجتماعية والابتعاد عن الدين، لكن نحن ندعو لي لأنه واقع حال، فندعو لي الاستغلال الأمثل الصحيح الصحي الشرعي الأخلاقي العلمي لوسائل الاتصال الحديثة. لاحظ كم اتهموا الشيعة، وكم اتهموا الصوفية، وكم اتهموا المعتزلة، لكن هذا الزمان ولا لا نقول 100%، لكن القضية نسبية. الآن تصل الأصوات، الآن يعني يكفي هذا، كل مغرر به عندما كان سابقا يعلم ويتيقن من إمامه، من إمام الضلال الذي كان يحقن في عقله، الذي قفل على عقله وطبع على عقله وعلى قلبه، يقول له بأن الشيعة أو الصوفية يعبدون الأشخاص، يعبدون القبور، أو يقول هذا الولي هو الله أو علي هو الله. كل من كشف له هذا الزيف وهذا الافتراء المفروض يتمرد على هؤلاء الخونة، على هؤلاء أمة الضلالة، على هؤلاء القائدين إلى نار جهنم. الآن انكشفت، يوجد خطوط عامة عند الصوفية، خطوط دينية إسلامية عامة عند الصوفية، عند الشيعة، عند المعتزلة، ويوجد اختلافات وفروق في الفروع الفقهية وفي الفروع العقائدية وأيضا في الأصول. لكن هذا هو واقع الحال وهو الموجود منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا، والناس تتعايش التعايش السلمي. فعندما نحاكي التاريخ ونتحدث مع التاريخ لا ننساق وننقاد للنفس المريضة، نبحث عن هفوات وأخطاء وكلمات ومواقف هنا وهناك تستغل للجانب الطائفي أو للطعن أو للحقن أو للافتراء أو للدس. نحن نقول يوجد خلاف، يوجد اختلاف، لكن المهم كان يوجد التعايش السلمي بين الصحابة، هذا يكفي. أنت لا تنتظر مني أن أنتقل وأترك مذهبي، وأنا لا أنتظر منك أن تترك مذهبك. طبعا أنا أعتقد بالحق وأتمنى أن يصيب هذا الحق ويدخل هذا الحق في قلوب الجميع، وأنت بالمقابل أيضا تعتقد بهذا بما عندك من دليل، فأنا أتمنى أن يدخل الناس وكل الناس في مذهبي لأني أعتقد بأنه حق، وأنت أيضا تتمنى هذا، ليست بمشكلة، هذه لك الأجر في التمني وأنا لي الأجر أيضا في هذا، لا يوجد مشكلة هنا. لا تنتظر مني أن أترك مذهبي وأتي إلى مذهبك وأدخل في مذهبك، وتتعامل وتؤسس وتقف المواقف وتؤسس المواقف على هذا الأساس، لا يصح هذا. نحن الآن نحتاج إلى الحوار، نحتاج إلى التمدن، الأخلاق الإسلامية، الحوار الإسلامي، المجادلة بالحسنى. الآن أيضا للجهال، للأغبياء، لغير الجهال، لغير الأغبياء، للعلماء، ماذا فعل أهل الإشراك؟ ماذا فعل أهل الكفر؟ ماذا فعل المشركون بالنبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صدر الإسلام في مكة؟ ماذا فعلوا بهم؟ كل منكم يستحضر ماذا حصل، التفت جيدا. الآن ضع في ذهنك هذه الصورة، هذه يجب أن تصل للجميع، ضع في نفسك في ذهنك واستحضر هذه الصورة. الآن ابحث عن كل العالم، في كل العالم، في كل البلدان، في كل المدن، في كل البيوتات، التفت جيدا، في كل البيوتات، في كل أماكن البغاء أجلكم الله، ابحثوا فيها، مهما تجد من فساد وانحراف فإنه لا يرتقي إلى عشر معشار ما كان في العصر الجاهلي في مكة، التفت جيدا. فأنا أريد أن أصل إلى هذا، يعني أقصد ابحث حتى في بلدان الغرب، في أفسد البلدان، لا يوجد فساد مثل ما كان الفساد في مكة.
فقط سؤال بسيط واضح، هل فجر النبي وأصحاب النبي أنفسهم بين مشركي مكة؟ هل فخخوا البيت الحرام؟ هل فخخوا البيوتات؟ هل فجروا الأسواق؟ هل حرقوا الأجساد؟ فقط سؤال، سؤال بريء، التفت جيدا. فنحن الآن نريد أن نحتج على الفكر التكفيري، التفت إلى هذا، لسنا في مقام تشريع شيء، وإنما نحتج على الفكر التكفيري. فأنا كما لا أقبل من المقابل أن ينتظر مني أن أدخل أترك مذهبي وأدخل في مذهبه، أنا أعتقد وأتيقن مما أنا فيه وليس عندي أي شك. فلا تنتظر مني، أنا الذي سفهت أفكار ابن تيمية يقينا جزما بهذا الأسلوب، تنتظر مني أن أترك مذهبي وألتحق بمذهب التكفير، ألتحق بابن تيمية وجهل ابن تيمية وصفحات ابن تيمية؟ فأنا أريد بالجميع من السنة من الشيعة من أعزائي من أبنائنا أن يتيقنوا جهل الفكر التكفيري، جهل الدواعش وإمام الدواعش. أريد أن نصل إلى هذا اليقين، كما أنا أتيقن بهذا أرغب وأحب وأتمنى وأسعى إلى أن يصل الجميع إلى هذا اليقين، ليبقى على التسنن وهذا ليبقى على التشيع، لكن لا يلتحق بالتكفير وبالأفكار الداعشية التكفيرية. يقول فهذا مما يقوله المتجهمة وهو باطل مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، بل ولما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم، وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى، وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيمانه وفساده واستقامة حاله وانحرافه. رابعا، أدلة شيخ تيمية كثيرة في إثبات وتثبيت رؤية النوم للرب، وقد فتح بها جميع الأبواب الشركية الوثنية الإلحادية. وما ذكره من أدلة، الأول من الأدلة الأول قال وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم. الثاني، العاقل لا ينكر ذلك، أي لا ينكر رؤية الرب. الثالث، وجود هذا، أي رؤية الرب، وجود هذا مما لا يمكن دفعه إذ الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره. الرابع قال هذه مسألة، أي رؤية الرب، هذه مسألة معروفة وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين. الخامس، النقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام. السادس، يقول اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن رؤيا المنام للرب هي رؤيا صحيحة. السابع، اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم. الثامن، ليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى. ولا زال الكلام في المقطع السادس. خامسا، وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله. أقول له فمن غير المعتزلة حكى ذلك؟ ولماذا قالت طائفة؟ فهل يقصد الذين ينكرون مطلق الرؤيا أو ينكرون مطلق الرؤى حتى التي في الآخرة وفي المنام؟ وقد ثبت عندكم أن ابن تيمية يقول برؤيا المنام وبرؤيا اليقظة بالفؤاد القلب، وكذلك رؤيا اليقظة بالعين، وإن حاول عدم التصريح بها، لكن وكما بينا تحت عنوان أبلغ ما يقال في رؤيا العين، دافع عن رؤيا العين بكل ما عنده، ونحن كل الحالات عالجناها، كل ما قاله أبطلناه، وحتى مع النوم ورؤيا النوم أثبتنا أنه من أشد وأكبر الملحدين والمشركين والخارجين عن الدين والزنادقة، أثبتنا هذا بالعلم بالدليل باليقين. لنرجع قليلا حتى نرتب النقاط. عندي أسطورة 32، في هذه الأسطورة قلنا عندنا عدة مقاطع، وصلنا إلى المقطع السادس
المقطع السادس فيه أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا، كان في خامسا يضاف لذلك ما ذكره في غير مورد البحث وغير كتاب تلبيس الجهمية. بعد هذا عندي سادسا وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله. بعد هذا عندي سابعا، فالكلام الآن في سابعا، إذن المقطع السادس سابعا. وقد تحدث تيمية عن إمكان الرؤية بالعين في اليقظة وعدم استحالة ذلك، لكن الامتناع يأتي لعجز في تركيب عيوننا وأبصارنا، فلو أنعم الله على عبد من عباده فأعطاه قوة البصر في الدنيا لأمكنه رؤية الله تعالى وكما سيرى العباد، وكما سيرى العباد الله يوم القيامة. قال في منهاج السنة، ماذا قال؟ قال في منهاج السنة: وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا. وإنما، من الذي يقول ابن تيمية؟ لاحظ أنا لا أتحدث من فراغ، أنا أتحدث عن علم، عن يقين، عن أساس، فأتي بالكلام من مصدره. عندما أتحدث عن تسفيه ووهم وجهل ابن تيمية فأنا أئما أقول، قال في منهاج السنة: وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤيا، فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي، فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقهم رؤيته، حتى أطاقهم رؤية الله. ولهذا لما تجلى الله للجبل، ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا، خر موسى صعقا، قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيد الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن جيد هنا، إذن ابن تيمية يقول الإمكان، إمكان الرؤية موجود، وإذا أنعم الله على عبد بقوة البصر فممكن أن يرى. وبعد هذا يتحدث عن رؤية الملك، يقول: إلا من أيده الله كما أيد نبينا. إذن إذا حصل تأييد الله لعبد من العباد فيرى الملك ويرى الله وانتهى الأمر. وهنا خطوات، الأولى، الخطوة الأولى في سابعا عندي خطوات. الخطوة الأولى أقول: بحثت كثيرا فلم أجد ما ذكره ابن تيمية لا في الأحاديث الصحيحة ولا الضعيفة ولا في الآثار، وعليه أقول: من أين أتيت به يا شيخ تيمية؟ الخطوة الثانية: وأنتم يا تيمية تقلبون الدنيا وتملؤونها صياحا وزعيقا إذا ذكر أحد الصوفية أو الأشاعرة أو المعتزلة أو الشيعة حديثا أو رواية لا تتوافق مع خرافاتكم وأساطيركم ولا تكون صحيحة، ولا تكون صحيحة حسب طرق الجرح والتعديل الإرهابية الفكرية الداعشية التي تسلكونها، بينما شيخكم يصول ويجول في الادعاءات الضعيفة والمزيفة والباطلة من أحاديث وروايات وآثار وإجماعات، فلماذا لا نجدكم أي رد فعل على هذه الادعاءات من شيخكم ومن أئمتكم المارقة؟ الخطوة الثالثة أقول، وهنا أقول لتيمية ولأتباعه: إن كان شيخكم وإمامكم لا يميز بين كلام الخالق وكلام المخلوق، فكيف سيميز بين باقي الأمور؟
وكيف تجعلون مصائركم في الدنيا والآخرة متعلقة برقبته وهو بهذا المستوى من الجهل الذي لا يميز بين كلام الخالق وكلام المخلوق. وإذا كان عندكم كلام الخالق إما خالق وإما لا خالق ولا مخلوق، عندكم في مبانيكم كلام الخالق إما خالق أو على الأقل هو لا خالق ولا مخلوق، يعني كلام الخالق عندكم ليس بمخلوق، فهو إما لا خالق ولا مخلوق وهذه من بدعكم الخرافية الأسطورية، وإما هو خالق فهو إذن ليس بمخلوق، فكيف اختلط هذا مع كلام المخلوق؟ فلم يتمكن شيخكم من التمييز بينهما. والمصيبة مع هذه الضحالة الفكرية والتأزم الفكري النفسي، يأتي التيمية يحشر نفسه مع العلماء ويريد أن يباري أهل العقل والمعقول أهل التنزيه والتقديس. خطوة رابعة، خلال بحثي في العديد من المصادر وجدت حديثا قدسيا يتضمن المعاني التي ذكرها ابن تيمية. التفتوا جيدا، إنه حديث قدسي، فإذا ثبت وصح فهو كلام الخالق، فهو كلام الله وليس البشر المخلوق، فهو كلام الخالق كلام الله وليس البشر المخلوق، وليس كلام موسى عليه السلام. فعن ابن عباس قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية. التفت جيدا ابن تيمية، ماذا قال ابن تيمية؟ ماذا حكى ابن تيمية؟ ابن تيمية قال: خر موسى صعقا وقال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. إذن نسب الكلام إلى من؟ إلى موسى، لنرى الحديث الذي وجدناه وهو حديث قدسي. عن ابن عباس قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: ربي أرني أنظر إليك. قال الله عز وجل: يا موسى لن تراني، إنه لا يراني أو لن يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده، ولا رطب إلا تفرق، وإنما يراني أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم، كما في لوائح الأنوار السنية للسفارين الحنبلي والترمذي في نوادر الأصول وأبو نعيم في الحلية وجامع الأحاديث القدسية المجلد الثاني لأبي عبد الرحمن وكنز العمال جزء 14 والأتحافات وفي مسند الفردوس للديلمي. إذن الحديث قدسي، الله سبحانه وتعالى يقول: يا موسى لن تراني، إنه لا يراني، لن يراني حي إلا مات، فإنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده، ولا رطب إلا تفرق. بينما ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول: قال موسى: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. فنسب الكلام إلى موسى عليه السلام، فجعل الكلام لمخلوق، فجعل الكلام صدر من مخلوق، فهذا الكلام هو كلام مخلوق، بينما هو جاء في حديث قدسي، فهذا الكلام في الأصل هو كلام خالق، هو كلام الله، هو كلام خالق، فهو إما خالق وإما لا خالق ولا مخلوق، بينما ابن تيمية جعل هذا من كلام المخلوق فهو مخلوق. وخذ من التيمية الغرائب والعجائب. ومع كل هذا نقول: لا مشكلة لنا معهم، نحترم ما يعتقدون به وما يقولون به وما يفكرون به، هذا من شأنهم ومن اختيارهم، لكن نقول: هم ما داموا بهذه الضحالة لماذا يكفرون الآخرين؟ لماذا يعتبرون أنفسهم هم الفرقة الناجية وباقي الفرق ليس فقط في النار، وإنما كلها مباحة الدماء والأموال والأعراض؟ نقبل بالتكفير، نقبل بأن نمنع من مفاتيح الجنة تكون خاصة فقط للتيمية حسب ما يدعون، لهم الدنيا ولهم الآخرة، ونحن نخسر الدنيا ونخسر الآخرة. لكن هذا الكلام اللفظي والإنشاءات والإدعاءات كل إنسان يستطيع أن يدعي، فالجانب اللفظي الإنشائي النظري ليس عندنا فيه مشكلة وليس لنا معه مشكلة. قولوا ما تشاءون، سجلوا ما تريدون من
افتراءات وأكاذيب، لا يوجد مشكلة هنا، لكن المشكلة عندما ينعكس هذا إلى واقع الحال فيكفر الناس في الخارج وتسفك الدماء في الخارج ويرتكب الإرهاب في الخارج وتسبى النساء والأطفال وتقتل الرجال وتسلب الأموال وتنتهك الأعراض. هذه هي الطامة الكبرى، هذا هو طريق الشيطان، هذا هو إرهاب الدجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا زال الكلام في نفس الأسطورة، وبقي عندنا عدة مقاطع يأتي الكلام فيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد.